السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف موقع سهل ولذيذ، كل عليك ان انت تكتب اسم المدينة وهو يديك حالة الأشعاع الشمسي لأي مدينة خلال شهور السنة، وهيديك الحمل الحراري للمبنى داخليا وخارجيا وانبعاث الكربون واستهلاك الطاقة وسعر التكلفة التقديرية لاستهلاك كل وات. كل اللي انا عليا ان انا اكتب بس اسم المدينة، تمام؟ ايجيبت. فبيقول لي انت عايز اوت دور ولا جوه، فخلينا نقول له اوت دور، تمام. فيبدأ يجيب لك الملفات تقدر تحملها والفساد والانوال سولار والاوت دور تمبريتشر والديجري دايز وكل المخططات اللي انت ممكن تعوزها، واي حاجة تعجبك تقدر تعملها داونلود كملف اس في جي، كان هو صورة مثلا ودراسة للرياح وهكذا ويند تشارت. كل المعلومات دي بمجرد بس ان انت كتبت اسم المدينة. طيب خلينا نكتب برضو كايرو ونخش بقى جوه المبنى، وتبدأ بقى تدخل المعلومات اللي انت عايزها. فالاندور تمبريتشر تبدأ بتحمل ملفات زي ما انت عايز، السي او تو اي والانرجي والكوست، طبعا كل دول بيختلف باختلاف العوامل اللي انت ممكن تدخلها هنا. فيبدأ يعمل حساب بتاعته ويبدأ يظهر لك المعلومات وتقدر تحملها زي ما انت عايز.